وهلو يا حلوين، اشتقتوا لي مثل ما انا اشتقت لكم. انا اشتقت لكم خيرات خيرات الله. هذا الفيديو مهم جدا جدا وكثيرا لمين؟ يلي بيحبوا الشعر الطويل، واللي بيحبوا الشعر اللي ما بيتساقط، واللي بيحبوا الشعر الكثيف والغزير. لكل شعر طويل له سر من الاسرار، بس هاي الاسرار ما حدا راح يعطيك اياها غير خالتك برو. تذكروا هاي الوصفة؟ حكيت عنها كثيرا وجدا وكثيرا، وكثير منكم يا ما شاء الله يا ما شاء الله تعليقات موح. يا برو الوصفة تجنن، يا برو الوصفة بتجنن. اليوم رح احكي لكم اياها على اليوتيوب وبالتفصيل الممل، بس قبل ما ابدا، اللي مو مشترك بالقناة اشتركوا بالقناة. انا برو بحبكم خيرات الله موح. بدي احكي عن الشامبو. سبق وحكيت بالفيديو السابق، اللي ما شافه ينط يشوف ويحط لايك ويشترك بالقناة بعدين يرجع يحضر هذا الفيديو. الفيديو الماضي حكيت فيه عن تساقط الشعر، تمام؟ اذا عندك نقص حديد، السبب الاساسي لتساقط الشعر هو مخزون الحديد. نزلت وصفة كيف تعالجيه وفترة قصيرها بدون ما تاخدي حبوب وادوية بتداومي فيها لمدة كتير طويلة. هذا العصير سحر. اليوم رح احكي لكم الوصفة الثانية، هو الشامبو. صبايا والله ما اكون علي يمين، اللي بيعرفني انه انا يمكن نحفانة 28-30 كيلو، ورغم هيك شعري ابدا ما تأثر. السر بعصير البنجر وبالشامبو هاد. لك شو هاد الشامبو يا برو؟ لك شو وقتين احكينا. رح فوت وقلكم الوصفة الحارقة الخارقة المتفجرة يلي كتير من تعليقاتكم. رح انزل تعليقاتكم حتى تشوفوا بعيونكم الاثنين الكلام يلي بتخلي عندك حافز. انت اللي عم تشوفي هلأ الفيديو مباشرة بتنطي على الدكان وبتجيبي شامبو اطفال، تمام؟ اذا انت من النوع يلي كتير بتغيري بالشامبوهات جيبي شامبو أطفال. أنا عن نفسي صار لي تقريبا 2.5 سنين بستخدم شامبو أطفال، ما بتركه. يلي بيقلك أي شامبو أطفال أي، خلي فوت من هون يطلع من هون. هاتي إذنك لعند خالتك برو حبيبة قلبك، بإذن الله بإذن الله بإذن الله ما رح أضركم صبايا. واسمعوا مني، شعركم رح يصير أجمل وأحلى شعر بالعالم كله. مح جيبي شامبو الأطفال، هو شيء عنصر أساسي أنا كتير كتير بفضله. أما في ناس بيستخدموا قلن والله يا برو أنا إلي 5 سنين بستخدم هذا الشامبو، إلي 10 سنين بستخدم هذا الشامبو. إذا أنت إلك مدة تستخدمي شامبو معين، ما في داعي تجيبي شامبو أطفال. بيكون ليش؟ شعرك أنت متعود الشامبو اللي أنت بتستخدميه. أما إذا ما بتستخدمي ابدا كل يومين كل شهر، في عالم تستخدم كل شهر شامبو، انا بفضل تجيبي شامبو الاطفال. ولا تكتبوا لي بالتعليقات برو شو نوع الشامبو اللي عم تستخدمي. شو ما كان نوع الشامبو، شو ما كان، يعني انا احيانا هذا الشهر بجيب هذا الشامبو اسمه بيبي شامبو، هذا شامبو عادي اسمه بيبي شامبو بدون بلا ذكر ماركات. ما في داعي للماركات ولا في داعي لاي شيء. اي شامبو اطفال، مو شرط الماركة، برجع بكرر مو شرط، المهم بيكون شامبو أطفال، تمام؟ هذا أنا بستخدمه شامبو، اسمه هذا الشامبو اللي أنا بستخدمه بيبي شامبو. شو بحاطة فيه هون؟ شوفوا حاطة فيه، خلي بس خليني أخذ نتشة شم. أنا اليوم ما بشم توم، ما باكل توم ما برتاح، والله العظيم التوم لك حبيته لما شفت فوائده على الشعر، لك عشقته لما شفت فوائده على الأظافر، حتى بيلعب دور بشكل مو طبيعي. ولكن أنا كل فترة عم بقصه لأنه عندي بيبي صغير. فلازم أعمل معاكم تحدي، ها خلال أسبوعين ونشقت حالة شهر رح تشوفوا أظافري كيف رح تصير. تحدي، إذا بدكم هذا التحدي اكتبوا لي تحت بالتعليقات حتى أعملكم الوصفة سوا وأبلش فيها يوميا سوا. بدنا نستخدم معاها، تحطي التوم، فص توم او فصين توم انشقت حاله، وقرنفل. هون السر. في ناس تقول لي يا برو انا استخدمت القرنفل بس انشف شعري، بس 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 في كلمه بس، البس هون رح اقول لكم اياها. لازم القرنفل يكون عدد فردي صبايا، عدد فردي، يعني 7 حبات قرنفل بكفي، خالص بكفي 7 حبات قرنفل بكل علبه شامبو. طيب رح تجوا عندي وتقولوا لي برو طيب
ريحة الشامبو، أنا متزوجة، أنا عم روح أشتغل، أنا عندي زلمة، أنا عندي وظيفة، أنا مدرسة، أنا أنا أنا. لكن الحل عند خالتكم، طولوا بالكم أنتوا، بس صلوا على النبي، صلوا على النبي واصبروا. بس علبة هاي رح أحط فيها هلأ توم وقرنفل، بتركها على جنب، ولازم تتخمر مينيمال مينيمال يومين، تمام؟ تتركيها مينيمال يومين. هلأ رح أعملها معاكم قدامكم. والعلبة الثانية منشان الريحة، ما ريحة، شو بتحطوا؟ بتحطوا معاها، اللهم صل على سيدنا محمد، معلقة قهوة. صبايا والله العظيم، غير انه بتروح الريحة، راح تحسي بشعرك لمعة. انا ما راح احكي شيء، انا ما راح احكي شيء، انا راح اورجيكم تعليقات البنات، وانتوا بعد ما تسووا ارجعوا على ذات الفيديو وعلى طول. مو 100% مليون بالمية من هاي الوصفة بإذن الله، كل شي بقول صبايا بإذن الله تعالى. طبعا الشامبو معه، يعني بتحطي أول زوم هون بتتحممي راسك فيها بالثوم والقرنفل، هاي العلبة تتركيها على جنب، وتاني زوم أنا بحمم شعري لأنه اثنين زوم، وتاني زوم بستخدم هاي الشامبو. شو بحط فيها؟ معلقة قهوة، قهوة عادية، القهوة السورية أو أي قهوة عندك أنت متوفرة، تمام؟ أنا بحط البن السوري معلقة كبيرة معاها، وبطب طب هيك بتركها ليومين، برد بحمم شعري. والله صبايا الريحة بتروح، والله يمكن ما بتروح بنفس اللحظة، انت بتحممي، انت بالحمام بتكون في لسه ريحة التوم، لبين ما تطلعي تنشفي شعرك وتسمي بالرحمن وتمشي وتحطي له التونر وتحطي له السيروم، هدول الشغلات اللي انا علمتكم اياها، خلال نص ساعة بتروح الريحة، بتحسي شعرك فيه لمعة، بتحسي شعرك فيه حيوية، تمام؟ بس اللي فيه توم قرنفل ممنوع الأطفال يستخدموا فيها مشان عيونهم، ممنوع منعاً باتاً. فيكم تستخدموا للأطفال الشامبو يلي فيه قهوة. أنا ابني الله يخلي لكم أولادكم بحط له بعلبة الشامبو تبعه شوية قهوة وبحممه فيه، ما شاء الله. يلي ما بيعرف ابني شعر ابني لهون، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والله صبايا الشعر عناية، والله مالكم علي يمين إنه الشعر عندي يعني صفت نصه، ومشان ما انقطع قلت يا برو روحي صوري الفيديو للبنات وورجيهم، ورجيهم قلت تكرم عيونكم، لك تكرم عيونكم. دغري مباشرة نطيت على السوق وجبت هالعلبتين حتى اعملكم اياها سوا واتركها تتخمر، عشان اذا خلصت هيك يكون عندي احتياط، وانتو هيك لازم تعملوا، تمام؟ منشان اسرع الفيديو، هذا هو الثوم، حطيت هون كم حبة ثوم وحطيت معه القرنفل، هيك بيكون شكل القرنفل صبايا، هيك بيكون شكله، تمام؟ انا رح امسك اول علبة، واهم شيء، ها اهم شيء بالخطوة كلها تقولي بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وتحطيهم هيك. حطيت فص ونص ثوم لاني انا من عشاق الثوم، وحطيت معه 15 حبة قرنفل، بذكر 7 او 15، المهم عدد فردي صبايا، المهم عدد فردي. بس لانه عندي هاي علبة الشامبو تقريبا نص كيلو، حطيت 15 علبة، وبدي اسكرها بسم الله، وهيك تتركيها هيك على تمها، تمام؟ نتركها هيك، نتركها هيك تقريبا يومين، يومين، وبعدين فيكي تتحممي منها، تمام؟ هلا شو رح اساوي؟ بدنا نجيب القهوة، انا بدي احط ماسورة، ما بعرف شو بتسموها هاي بلدكم، ما بعرف، المهم ما بعرف انا شو اسمها، ما بعرف، المهم بدي احط مع معلقة، بسم الله يلا. هلا هيك تركتها، تتركيهم هيك على جنب لمدة يومين، بعدين ترجع تتحممي فيهم. انا وسخت الدنيا، حلقتنا كانت لليوم،
وان شاء الله تكون عجبتكم، ولازم باذن الله تعجبكم ودغري بتقومي تعمليها. ما هيك تتفرجي على الفيديو بفوت هون بيطلع من هون اعمليها، انه رح تدعي لي كثير كثير نتائج صبايا روعه. من اول اسبوع رح تلاقي فرق باذن الله، رح ترجعي على ذات الفيديو ورح تقولي لي يا بل روحي ربي يوفقك، ربي يوفقك ويرزقك من بوابه الواسعه. ما بدي منكم غير الكلمه الحلوه، وتشتركوا بالقناه لانه بحاجه كثير 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 لدعمكم، واستنوا الفيديو الثاني لانه الفيديو الثاني رح يكون عن الحمل، مشاكل الحمل ومشاكل العقم، يعني وصفة حارقة خارقة متفجرة. بحبكم.